انت المفروض ما كنت تتدخلين موضوع مها. ما شاء الله، يعني وايد خايف على مشاعرها. ايه خايف على مشاعرها. عبد الله انت ايش فيك؟ للحين مو قادر تنسى انه لما مها جت بالصدفه وبريم جايه بيذبحك جت الرصاصه فيها؟ هي صح جت بالصدفه، بس كانت تدري ان بريم بيذبحني وهي انقذتني من الموت. اي اوكي ترى ما قلنا شيء، بس هذا مو معناته انك تعاملها على انها زوجه. لا حبيبي، وبالذات ان انت ما تحبها ولا في مشاعر. ما يخالف تسكرين الموضوع؟ لا والله، الحين انت تبطل الموضوع بعدين تبيني اسكره؟ وين رايح؟ تعال. بروح اكلم ريم. انا ما اخلص. يا ريم يا مها يا مها يا ريم، انت تبي تخطني ولا شنو؟ ايش تبي بعد ريم؟ ولا صح، انت بتروح تكلمها يمكن عن موضوع جاسم. جاسم من؟ جاسم اللي جالك الشركه عشان يطلب منك يا دريم يتزوجها. سمو، انت ايش قاعد تقولين؟ عبد الله ايش فيك؟ مو جالك اليوم واحد اسمه جاسم وطلب منك انك تطلق ريم عشان هو يتزوجها؟ سمو، انت فاهم الكلام اللي قاعد تقولينه؟ إيه فاهمة اللي قاعد أقوله. أنا سامعة ريم بأذوني وهي تكلم رفيجاتها سلوى، تبي تشوف شنو صار معاك وتبي تعرف ردة فعلك، بالذات إنها هي تحبه وتموت فيه. صمود، أنت متأكدة من هالحكي؟ عبد الله إيش فيك؟ قاعد أقولك أنا سامعتها بأذوني وهي تحاكي رفيجتها. أنت اليوم يالك واحد اسمه جاسم الشركة ولا لا؟ عبد الله تعال، وين بتروح؟ عبد الله إيش فيك؟ عبد الله، أنت يا محترمة تبي أنت تطلقينها عشان تزوجين واحد ثاني؟ ولا مخلي حبيب القلب يجي الشركة ويطلب إيدك؟ لهالدرجة وصلت في تروحها؟ عبد الله! لا يا عبد الله، لا تبديتك وخر! يا مزوجتي المحترمة المتربية تحب تعشق تحب واحد ثاني هيمن، وانت بتتزوجها! صدق الحكي اللي تقوله عبد الله؟ ما تتكلمينش في ساكتة؟ ما تحكين؟ ما تردين؟ والمشكلة وين يا هيمن؟ الريال اللي تحبه جاي من الشركة عشان يطلب مني اطلق زوجتي. يبيني اطلق زوجتي علشان يتزوجها. ما تردين؟ صدق الحكي اللي يقوله عبد الله ولا لا؟ ليش ساكته؟ يا خالتي صدق، انا بقيت اطلق منه عشان اتزوج واحد ثاني. ماني مصدقه. ماني مصدقه اللي قاعد اسمعه. لا خالتي صدقي، انا بتزوج واحد ثاني. عبد الله طلقني. ما راح اطلقك، ما راح تطلقين من البيت، لا تطلقين، ما راح تطلقين. وخر، قاعد اقول لك وخر، لا تقرب منها. وخر، اطلع برا. انا عليك، اطلع برا، اطلع برا وخلني. ليش؟ ليش يا ريم؟ عبد الله ايش قصر معك فيه؟ ليش؟ قصر معاي بكل شيء. قصر معاي بكل شيء، انا ولا شيء بالنسبه له. انا زوجته بالاسم وبس. طول عمرنا عايشين بهالبيت، هو بمكان وانا بمكان. خالتي انا ابي اعيش، ابي اعيش. ماني مصدقه. يا مجنونة، ليش سويتي كذي؟ ليش؟ الحين منو قال حق عبد الله موضوع جاسم؟ منو اللي قال له؟ ايش دراني منو قال له؟ ما يهمني اصلا من اللي قال له، واحسن انه دراه عشان يطلقني. انا ما اقدر اعيش معه بهالطريقه، ما اقدر. غلط، غلط اللي قاعده تسوينه. الناس ايش بتقول عنك؟ ايش بتقول؟ بيقولون طلقها لانه يدري ان لها علاقه بواحد ثاني. ايش بيكون موقفك قدام الناس؟ ايش بيكون موقفك قدام ولدك لما يكبر؟ ما فكرتي بهذا كله؟ حرام عليك. سكتي، ليش ما قلتي له الحقيقة؟ الحقيقة الوحيدة اللي أنا عرفتها إني عايشة معه في بيت واحد، هو مكان وأنا مكان. عبد الله لازم يطلقني، ماني قادرة أتعب من حياته. ما في ريال في الدنيا تحمل الكلام اللي اسمعه منك عبد الله. انت لو كان عندك امل انه يتغير صوبك الحين انت قطعتي هالامل. وانا ما ابي اعيش على الامل اللي قاعد تقولين عنه. ما لا تكذبين على عمرك. تتحبينه يا ريم؟ تتحبينه؟ هي احبه ولا اني احبه؟ قمت اسوي اي شيء غلط بس عشان الفت انتباه صوبي. لدرجة اني ما دافعت على نفسي قدام اتهامات هذه كلها. خلاص يا عبري كزوجة، يا طلقني بس. بس يا حبيبي،
خالتي ايش فيك عسى ما شر؟ بعدين شنو هالصراخ هذا؟ انت شكو؟ ايش دخلك بالموضوع؟ كم مرة قالتك لا تتدخلين بشيء مالك شغل فيه؟ أنا آسفة بس حبيت أتطمن. مو شغلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إي ما أنا تسوين فيني كذي؟ أنا؟ عبد الله ايش فيك امسك أعصابك؟ شلون تبيني أمسك أعصابي شلون؟ عقب اللي عرفت شلون أمسك أعصابي؟ ليش إن شاء الله لختيم شنو كانت تعني لك اللي كذي مو قادر تمسك أعصابك؟ ليكون بعد تحبها. لا تنرفزيني أكثر من كذي صمود. لأني مو قادرة ألقى تفسير على الحالة اللي أنت فيها غير إنك تحبها، لو ما تحبها كان طلقتها وافتكينا منها. شنو؟ أطلقها؟ إيه طلقها وخذ الولد منها وخلها تتزوج اللي تبي، هذا إذا ما كنت تحبها. صمود لا تقولي إنك تحبها مرة ثانية. خلاص عيل، سوي اللي قاعد أقول لك عليه وطلقها. ما راح أطلقها، راح تقعد بهالبيت وراح أذلها، وراح تشوفين ما عملتي معها. عبد الله هذا اذا تمت على ذمتك راح اسوي لك مصيبه، ترى هذه كل شيء يطلع منها. مو عبد الله اللي تلعب فيه حرمه، راح تشوفين ولا تنرفزيني اكثر من كذي. صمود انا ريال البيت وانا اللي اقرر شو اسوي وما اسوي، فهمتي ولا لا؟ عبد الله يمه الله يهداك الله يهديك. بس يا يمه مو كذي الامور تنحل من العصبيه. اهدى انت الريال انت اللي فاهم. يما والله العظيم تعبت خلاص ماني قادر. ما يخالف يما بس لا تزيد النار حطب. صمود ايش فيك؟ صمود؟ صمود؟ صمود ايش فيك؟ وين 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 عورتك وين؟ هني هني يما اطلع اطلع انت ويا مها اطلع انت ويا مها خمس دقايق بس طلعوا يا مها ان شاء الله طلعوا سك الباب. هاي بطني ايش فيك؟ ليش قاعد تطالعيني كذي؟ تعرفين تمثلين بس مو علي انا. صمود لا تستغلين حب عبد الله لك وللي في بطنك. خالتي انا؟ اي انتي. لا تعرفين علينا البيت فوق حدر. انا؟ اي انتي. انا قلت انت انسانه عاقله وفاهمه ومالك شغل بامك ولا تخطيطها. وعلى هالاساس قلت ما بيحرمكم من بعض وتزوجتوا. لكن الظاهر انا غلطانه. لأن تفكيرك نفس تفكير أمك. خالتي الله يخليك أمي لا تبين طاريها. الله يخليك أنتي لا تعفسين البيت هذا فوق تحت. خالتي إذا أنتي قصدك عن موضوع ريم ترى أنا مالي شغل بالسالفة، هي اللي اعترفت قدام عبد الله. إحنا حريم ونعرف بعض. على فكرة بالصدفة وأنا مرة من صوب غرفتك سمعتك بالضبط شنو قلتي حق عبد الله. أنا أدري إن أنتي تكرهيني. أنا ما أكرهك. لكن تصرفاتك بتخليني أكرهك. أنا أبي نكون عائلة واحدة، نخاف على بعض، نحب بعض، نحافظ على بعض، ما بالعائلة هذه تفترق. ولو أي أحد فكر إنه يخلي العائلة هذه تفترق أنا بوقف وياه، حتى لو عبد الله نفسه. سمعتيني؟ خايف على صمود ولا على اللي ببطنها؟ شو السؤال الغريب؟ أكيد خايف على صمود واللي ببطنها. لا تحاتي، بإذن الله إن شاء الله بيكونون بخير. الله يسمع منك. عبد الله، بغيتك بموضوع وايد مهم. شو الموضوع؟ لا ما ينفع نتكلم هني. تقدر تي داري نتكلم وناخذ راحتنا؟ ما ها، أنت شايفة الوضع اللي إحنا فيه؟ إيه شايفة. بس أنا أقصد طبعاً يعني من عقب ما تطمن على الصمود وتنظرها لين تنام عقبها تعال داري عشان نتكلم وناخذ راحتنا. شوف ترى أنا ما راح أنام، بنطرك لين تجيني. أوكي اتفقنا؟ اتفقنا. أنا بس أطمن على الصمود وإيج الدار. خلاص اللي تشوفه. هاي ما طمنيني. ما فيها إلا العافية دلع بنات. الحمد لله ان صمود اللي ببطنها بخير. هلا انا بروح اشوفها، تصبحون على خير. وانت من هلا.
وانت ايش فيك مستانسه كذي؟ ما فيني شيء، مستانسه لان الحمد لله الصمود بخير. ها كذي يعني؟ اي خالتي بس كذي. يلا تصبحين على خير. وانت من اهله. يمه منك يا الحبه. مدام فيصل سليب. اوكي روحي. ما قلت لك تسوي شي موضوع، قلت لك بس تطلعي من المستشفى كلميني. اوكي يعني شنو افهم من هالموضوع؟ ابي تفهمي من كلامي شيء واحد اللي كمل اسمعك. ريم انا طول الوقت افكر فيك، هذا ما يعني الا شيء واحد. ريم انا احبك. أنا بس بعرف شغلة واحدة، في مرة عاجل تطلع من بيتها من غير ما تقول حق رايلها. أول شيء هذا مو بيتي، هذا بيت مرتك سمود. ثاني شيء أنت زوجة على الورق، مالك حق التحكم بتصرفاتي. بس ريم. ثالث شيء والأهم إن أنا مرة متربية ومحترمة نفسي عدل وأعرف الأصول وأعرف الصح من الغلط. زي رايلة، خلنا نرجع البيت. لا ماني راضية معك البيت. تبيهم يعتقدون إن أنا مسوي شيء غلط؟ إيش حقي؟ وأنا قايل ليش مسوي شيء غلط؟ منو قالك ان رايك يهمني؟ انا يهمني راي خالتي ولا واحده من حريمك، ايش بيقولون عني؟ اكيد مسويه شيء غلط وراد هالبيت، وانت شايف انا طالع مع رفيجاتي اغير جوي شوي وانت نكدت علي. انت ايش فيك؟ ايش حق اسلوبك معي تغير؟ ريم اذا بقلبك كلام قوليه، لا تخشين شيء. زين يلا خلينا نرجع البيت. ماني راده معك البيت، برد مع رفيجاتي عشان ما حد يعتقد ان انا مسويه شيء غلط. انا بك. انت شايف انه منطقي اثنين متزوجين يتشافون بالسر؟ حبيبتي هذا راح يكون بس فتره، لين ما الصمود تتقبل الوضع. صراحه الله يلومني يلومه، ما في زوجه بالدنيا ترضى ان ريلها يحب واحده ثانيه. زين انت قولي لي شو اسوي؟ ما ادري بصراحه، انت وضعك وايد معقد، ما تبي تخسر صمود بس ما تبي تخسرني. إيه هذا هو، أعطيني حل. الحل التشاؤم في السر. يعني متفقين؟ متفقين.
بس شرط تشوف لك حل حق هالموضوع. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل. هذه قطعة ستة. حب ايش فيك ما تبي تنام؟ بلا بنام. زين ايش ناطر؟ تصبحين على خير. وانت من اهله؟ فيك تأخرت؟ مو أنا كنت ناطر صمود تنام عشان لا تحس إن في شيء غلط. شلون يعني تحس في شيء غلط؟ ما فهمت. أنت قلتيني إنك عندك موضوع مهم، شنو الموضوع؟ إيه صح كلامك، تعال اقعد هني. أنا حابة أتكلم عني وعنك. شلون يعني ما فهمت؟ عبد الله انت فاهمني زين. انت قلت لي في المستشفى ان معاملتك راح تختلف معي. صح كلامك. عبد الله لا تحاول تتهرب مني. طالعني عافيه، قول لي الصدق. انت كنت تقصد اللي قلته لي ولا علشان اكسر خاطرك؟ ما انا بعد الحادث تاكدت 1000% انك تحبيني. بس شنو عبد الله؟ أنا متزوج 3 غيرك، ما أبي أظلمك. وأنا ما عندي مشكلة، أنا أبي أكون واحدة من الأربعة اللي أنت متزوجهم. صدقني عبد الله، أوعدك إني عمري ما راح أعترض، ولا راح أحسسك بيوم من الأيام إني متضايقة، صدقني. وأنت تشوفين هذا عدل؟ إي أشوفه قمة العدل. عبد الله إيش فيك؟ عادي أنا راضية. يعني باكر ما راح تجيني وتقولين إن أنت ظلمتني؟ عبد الله أنا أحبك. أحبك فوق ما تتخيل. أتوقع أن في واحدة كانت مستعدة تموت علشانك، ممكن في يوم من الأيام تقول لك إن ظلمتني؟ لا يا عبد الله، أنا مستحيل أقول هالشيء. شوفي ما، أنا قبل الحادث كنت أشوفك بنظرة أن أنت بنت خالتي وكاسرة خاطري وأمن مستقبلك، بس بعد الحادث
كل شيء تغير. اللي يحب من كل قلبه ما يقفل بعمره على حبيبه، هذا إذا كان حبه صادق له. وأنا يا عبد الله ما ودي تحبني علشان الموقف اللي سويته علشانك، أنا أبيك تحبني لأني مهل تحبك وتموت عليك. ما أتمنى شيء في هالدنيا كثر ما أتمنى أنك تحبني مثل ما أحبك. شنو يعني هالشي وايد علي؟ وايد عليك. يا 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 شنو هذا شنو هذا شلت شلت شموع؟ أمانة إيش رأيك بالشموع ونفنوف فيه بشكل حلوة؟ جميلة. شلون أنا عندي كيكة كذي وما أدري عنها؟ واي عبد الله استحي. إي صح، على طاري كيكة، ترى أنا سويت لك خوش كيكة راح تاكل أصابعك من وراها. بس ما راح أتأخر، إن شاء الله كلها دقايق وياي الكيك. انطرني. إيه صح عبد الله، في شيء أبيك بعد تسويه علشاني. أبيك تلبس هالدشداشة. هذه دشداشتي شايبني. جبتها بطريقتي. زين عافية، البسها علشاني. ما راح أتأخر، كلها دقايق وراح أجيلك. أحبك. صراحة تصرف سعد وايد غريب، مو من مصلحته انه يختفي، يعني هو المفروض يكون مهتم اكثر مني ومنك، لان فلوسه محجوزه بالمخفر. مثل ما قلت لك استاذ عبد الله، امس اتصلت فيه اكثر من مره، دزيت له اكثر من مسج على تليفون، بس مو راضي يرد. هلا جمال. مسيو عبد الله، هيدا الملف اللي طلبته. خلاص، انا راح اوقعه وما يبكي. اوكي، مو لازم. زين. شو الحل وياه؟ ما في قدامنا غير ننطر لين يتصل فينا سعد ونقعد معاه ونوصل تفاهم. إيه بس أنا ما بعتمد على سعد، لأن سعد إذا اعترف راح يخسر كل الفلوس اللي أعطوه الشركة المنافسة. إلا إذا وعدناه نعطيه نفس المبلغ. أنت مصدق؟ أنا كافي سعد؟ لا يبا، إحنا راح نقدم طعن على المناقصة بشكل طبيعي. لكن لازم تكون عندنا أسباب قوية ومقنعة عشان يقبلون الطعن. تشفيك؟ إحنا عندنا عرضنا وعندنا أسعارنا. وراح نقدر نثبت بكل سهولة ان هم مقدمين عرضهم بناء على العرض. والسبب الثاني بلاغ اللي مقدمينه على سعد، يعني هالاسباب تكفي. عيل خلاص، انا بشتغل على هذا الاتجاه وان شاء الله خير. بس تكفى، ابيك تشد حيلك. لا توصي. ودي الدمعة، واذا امي للحين نايمة وقعدت على الحديقة.
شوي. هلا نورة. هلا خالتي. ايش فيك واقفة قاعدة؟ في موضوع مهم أبي أكلمك فيه. خير، قولي. إيش تقصدين يعني أساعدك علشان نحمي عبد الله؟ أقصد نحميه من أبو ريم. أبو ريم ما راح يخلي عبد الله بحاله. بالعافية حياتي. حياتك مرة واحدة؟ حياتي وعمري وقلبي وروحي وكل ما عندك. آه سعد، ما تحكيني هيك عن جد، أنا كثير بستحي. إيش دعوة؟ إيش قصدك؟ يعني الأمور ما توصل لهالناحية، اللي نوصلها شو ورانا؟ تعرف أكثر شيء عجبني فيك خفة دمك. حياتي أنت. أنت سكر. اللي بغيت أسألك، ليش تأخرتي بالمكتب؟ عبد الله تأخر؟ لا أبداً، طلع على موعده، بس بتعرف بعد ما هو يفل يعني فوت أنا على المكتب برتب الورق بأيد إذا في ملاحظة لتاني يوم. حلو، عساك على القوة، الله يوفقك. عندي سؤال لك، شو تعرفين عن المناقصة المدينة الطبية؟ خبرني أنت شو بتعرف عنها؟ أبد، مواضيع يعني بسيطة. أنا مرة عبد الله كلمني عنها وما ناقشتها لأن انشغلت بوايد أمور، فقلت مرة واحدة دام أنت موجودة أسألك عنها، شو تعرفين؟ شوف بالحقيقة أنا ما بحب أطلع على هالمناقصات لأنها كتير كبيرة وحساسة. أوه يا دل، شو فيك؟ نسيت ورق المناقصة اليوم على مكتب مسيو صالح. وليش عبد الله رد يناقش صالح بخصوص المناقصة؟ أنا اللي عارفة أن المناقصة باقي عليها أيام ويقدمونها، أكيد ما اتفقوا على شيء. يعني لو اعتمدوها ما رجعنا أشوها. تعال هون سعد، انت مطلعني من جو الشركه والشغل بدك تحكيني فيه هون مع اساس بدك تغير لي جو؟ لا لا لا، انا قلت فرصه اسولف وياك عن الشركه. يا كلمه ردي مكانك، لا تعبين روحك ولا تضايقين نفسك. ترى فل هلا. لا انفليت، انا زتيت حالي من هونه. ايش فيك انت؟ ولو تأمريني امر اكلي، ما عجبك الاكل؟ بالعكس كثير طيب. لان انت الجنان كله. زين اذا ما عجبك اطلب لك جمل مشوي. ميرسي، كلك زين. يا أهلين حياتي يا دلي، أنا هلا عمري قلبي، أنا بالليلة اليوم عندكم، ما تصورين أنا إيش كثر مشتاق لك يا حياتي أنا. وي فديت لي يستحون يا قلبي، أنا ما أتحمل. ماشي ماشي يا دلي، يلا يلا. يا ترى شو قصتك يا سعد؟ وليش ما اجيت امبارح عنا على البيت؟ يا ترى شو صاير بينك وبين مسيو عبد الله؟ عشان يبعت ورا المحامي اول ما يوصل الشركة. الله يستر. خالتي انا بقول لك عن كل شيء، بس ابيك بالاول توعديني انه ما حد يدري عن هالموضوع. لا يا نور، انا ما وعدتك. خليني أعرف السالفة بالأول، بعدين ذيك الساعة أنا أقرر. حاضر، أنا بقول لك إياه لأني واثقة إنك بتفكرين مثلي. تكلمي يسمعك. خالتي أنا أبي أتنازل عن حصتي من الورث لبوريم علشان يوخر عن عبد الله وما ينتقم منه، وبيج أنت تكلمين عبد الله إنه يعطيني الحصة هذه فلوس، بس هذا اللي أبيه. وتعتقدين ان عبد الله يوافق على الكلام اللي قلتي؟ اكيد طبعا ما راح يوافق، عشان كذي ابيك انت اللي تقنعينه. خالتي انا باخذ الفلوس هذه اعطيها حق بوريم. الريال خسر فلوس وايد ويبي اللي يعوضه عن هالفلوس، ولا ما راح يسكت. انت وين شفتي؟ شفته ببيت ابوي. الحين بتقنعيني يا نوره
ان اللي قاعده تسوينه عشان تحمين عبد الله؟ خالتي ايش هالكلام؟ اقسم لك بالله ان هذا كل هدفي. نوره، بوريم ريال مطلوب للشرطه، ريال ما عنده لا ذمه ولا ضمير، شلون تثقين بكلامه؟ زين خالتي قولي لي ايش اسوي؟ في النهايه عبد الله زوجي وعيالي يعتبرونه مثل ابوهم، يعني معقول اشوفه بهالمشكله هذه واسكت؟ زين شوري علي، انت قولي لي شنو اسوي؟ الحل الوحيد ان انا اقابله بنفسي وانا اتفاهمها. ايه بس كذي في احتمال كبير انه ما يوافق، لانه اكيد بيخاف انك تبلغين عنه الشرطه. خلاص عيل، كلميه قولي له انك بتقابلينه بنفسك وبروحك، لا تبين لطاريه. حاضر، انا بنفذ كل اللي قلتي عنه، بس الله يخليك ما ابي عبد الله يدري عن هالموضوع. انا ما ابي عبد الله يدري اساسا بالموضوع، تطمني من هالناحيه. لا لا صمود، عيب هالحركات اللي قاعد تسوينها، ايش خليتي لنا احنا؟ والله قاعد تقلدينا وتسمعين غلط. لا لا ما تطوفين السالفة. انا هلا صمود، عندي لك اخبار مهمه حبيت اقول لك اياها. اخبار؟ شو اخبار؟ يمه تخيلي ام راشد ونوره قاعد يخططون هم يشوفون بوريم اللي كان بيذبح عبد الله. انزين وهم ليش يبون يقابلونه؟ يعني على حسب اللي انا فهمته من نوره انها تبي تعطيه فلوس عشان يوخر عن عبد الله. انزين وما عرفتي متى يقابلونه؟ والله يمه يعني يا تريم وانا حاولت اني اتسمع بس ما عرفت متى. أنا قلت أقول لك عشان يمكن نستغل الموضوع من صالحنا. نستغله؟ إي بس شلون؟ يما تكفين فكري عدل، هذه فرصتي عشان أفتك من نوره هذه. تدرين شلون؟ الموضوع مو مال تليفون. تعالي عند البيت نقعد أنا وأنت نخطط ونتكتك. أوكي؟ خلاص أوكي، ساعة بالكثير وأكون عندك. باي باي. حبيبتي أنا ما بيك تعصبين، ترى الياهل حس بأمه، يعني إذا أنت متضايقة هو بعد يتضايق، هدي بس أنت شوي ولا تعصبين. خلاص بس إيش تفلسف على راسي، سكتي شوي. خلاص كاني سكت بس أنت هدي. المهم خلينا بموضوعنا الحين، صمود هذه ما راح تهدم حالنا، بعد ما خلصت مني بتلف عليك. تقصدين عشان شفتيها وتسمع علي أنا وخالتي؟ إي طبعاً، تبي تعرف ايش قاعد يصير بالبيت ومن هني تعرف شلون تخطط. تعقين سمعت شيء؟ ما ادري بس اذا سامع شيء اكيد بتقول حق عبد الله. واي عاد صدق بتصير مشكله عوده اذا عبد الله درى، لان اذا قالت له ان خالتي تبي تشوف ابوك ما راح يخليها. شوفي اذا عبد الله كلمك انت وخالتي معناتها انا سمعت، واذا ما كلمكم معناتها انا ما سمعت شيء. قطيعه. منو؟ سلوى. بعد ايش تبي؟ ما ادري. شوفي انا ما راح اكبر السالفه وماني طالعه اليوم، بس من باكر بالطقاق اللي طقهم كلهم عبد الله وغيره. يا حبيبتي كبري عقلك، ريال ما يحب المره اللي تعاند. ومنو قالك تبي يحبني؟ انا ابيك يكرهني عشان افتك بالسالفه بكبرها. ما صار شيء، بس في مثل انا ما ابي اطول، ابي ارجع البيت بسرعه عشان اراقبهم عدل. اي عافيه عليك، لازم تتمعونك مبطله 24 ساعه عليهم. سيمانه تعبت ابي ارتاح. ما علي بعد عمري، امك اللي راح تريحك. يما انا مشكلتي للحين مو عارفه شلون استقل موضوع ابو ريم ومقابله خالتي ام راشد ونوره حقه، يعني تدرين عبد الله اذا عرف هالشيء راح ينهي.
بس ترى عادي يعني يقعدون معاه بعدين ويفهمون انهم يبون مصلحته وكنا ما سوينا شيء. لا تحاتيني بعد امي، امك لقيت لك خطه جهنميه لهالموضوع. زين ليش ساكته قولي؟ الخطه الجهنميه متعلقه مقابله ام راشد ونوره لبريد. لا تحاتين، انا عيوني ما راح تغيب عنهم ولا دقيقه واحده. وايد ممتاز. والخطوه الثانيه عقب ما يتقابلون. ما فهمت عليك. انا كل اللي ابي منك عقب ما يتقابلون يشوفون برين، ابيك تدخلين الشك في قلب عبد الله وتخلينه يعتقد انهم قاعد يتآمرون عليه. فهمتي؟ يما انت من صدقك قاعد تحكين؟ وانت عبالك عبد الله راح يقتنع ان امه راح تتآمر عليه وهو ولدها الوحيد؟ ايش فيك؟ اي من صدقي، لانك ما تعرفين سلمى كثري. هذه غوله ونمروده والكل ماشي تحت طوعها. أخوي الله يرحمه كان ما يشك إبرة بخيط إلا ما يشاورها وياخذ الشور منها. أم حظين حتى عيالها الله يرحمهم كان يشاوروها بالكبيرة والصغيرة. بس عبد الله غير، ما أعطاها هذه الفرصة ولا خلاها تتحكم فيه. يعني باختصار، عبد الله بكل سهولة ممكن يصدق الكلام اللي يقولونه على أمه ويتغير عليها. فهمتي؟ بس ما أنا ما أعتقد أن عبد الله راح يصدق هالحكي. أنت إيش فيك؟ وين ذكائك؟ ليش ما تشغلين مخك؟ أنا قلت لك هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية والأهم متعلقة بصالح. إنزين شنو؟ وضحي لي. أنا راح أخلي صالح يروح يقابل سلمى. مو مهم شي يصير بينهم. يروح يقول لها على المشكلة اللي صارت بينه أو بين عبد الله، يعني أي شيء. عقب أخلي صالح يروح حق عبد الله ويقول حق عبد الله إن أمه أطلبت من صالح يدير الشركة، يعني يجردون عبد الله من كل الصلاحيات اللي عنده، وبشي يعرف إن أمه تآمر عليه. فهمتي؟ يما أنت من صدقش قاعد تحكين؟ إي طبعًا من صدق، شايفتنا تقشمر. سيما أنا ما أعتقد عمي صالح رح يوافق، أنت عارفة إيش كثر علاقته قوية بخالتي أم راشد وعبد الله. ومع هذا رح يوافق. أنت ما عليك بصالح، صالح عندي أنا. سيما أنا ما أعتقد عمي صالح رح يوافق، أنت عارفة إيش كثر علاقته قوية بخالتي أم راشد وعبد الله. ومع هذا رح يوافق. أنت ما عليك بصالح، صالح عندي أنا. يما أنا كل اللي يهمني في الموضوع نورة. أنا ماني فاهمة أنت ليش تبيني أخلي عبد الله يحط في باله أن أمه بتسيطر على الشركة؟ ليش تبيني أشيش عليها؟ نورة مو راح تروح مع أمه وتقابل بريم؟ إي صح. النقطة الثانية والأهم، عبد الله تزوج ريم من نورة عشان يرضي أمه وما يبي يزعلها. بس إذا درى أن أمه قاعدة تآمر عليه مع حريمه راح يقلب عليهم. وبكذي ضربنا عصفورين بحجر. تكونين انت افتكيتي من راشد ومن نوره وريم ويكون عبد الله استولى على الشركه. عرفتي؟ ايش فيك ساكته؟ والله يما خطتك كلش مو سهله. تدرين؟ اقل غلطه فيها ممكن تصير عكسيه وانا اللي راح اروح فيها. ما تروحين فيها. او لا تخافين. وقوي قلبك. أنا وإنتي لازم ما نضيع هالفرصة. هذه فرصتنا الوحيدة والأخيرة عشان أنا رد حقي من مراشد. وإنتي بعد تفتكين من الثلاث حريم تمين إنتي وعبد الله أبوكم. تصفى الأمور. هذا أنا قاعد أخطط وتكتك علشانك. وقا لازم تسمعين كل كلمة أقولها. عرفتي؟ شكرا حبيبي. كلمتي أبوك؟ إيه كلمته، وهو كلم أبو ريم وقال لي يشوفني اليوم في البيت عند أبوي الساعة 2 الظهر. خوش عيل، عيالك يكونون ردوا من المدرسة ومنخليهم عند ريم، لا تحاتين. خلاص اللي تشوفينه. لا تخافين، أنا معك. إيه خالتي، بس أبو ريم معتقد الحين إنه بيشوفني علشان ياخذ مني المبلغ اللي وعدته فيه. خلي يتوقع اللي يتوقعه. أنا عارف إيش قاعد أسوي. لا تحاتي.
تفضل ابو ريم حياك. تفضل اخوي. هالت يا ابو نوره هالت. اذا بنتك وفت بعدها لي من شايف رقعت وجهي مره ثانيه. صدقني يا اخوي انا ما اتمنى لك الا كل خير، لكن انت شايف حياتي انعفست فوق حجر. ايه بس انت ما خسرت فلوسك مثلي، ولا ناطرك حكم بالسجن مثلي. انا خسرت كل شيء، حتى مصاريفي الشخصيه قاعد اخذها منك. ماشي بالشارع وتلفت حوالي. انت اللي جبت حق نفسك، يا ما نصحتك لكن ما سمعت النصيحه. خلاص ما عاد للحكي اي فايده. الا نوره متى بتي؟ يعني الساعه 2 توصل ان شاء الله، باجي لها ساعه اقل من ساعه تكون موجوده. هلا خالتي. هلا سمون. ها شلون الوالده؟ الحمد لله بخير وسلم عليك. ان شاء الله دوم. بطلع انا ونوره مشوار ورادين بعد ساعه. اوكي خالتي الله وياكم. مع السلامه. الاوراق انا متشيك عليهم قبل. هلا صمت. هلا عبد الله شلونك؟ قولي حبيبتي انا مشغول وايد. عبد الله ابيك تهد كل شيء بيدك وتسمعني، عندي موضوع خطير لازم اقول لك اياه. زين قولي شنو الموضوع؟ اول شيء انت بروحك ولا عندك احد؟ لا انا عند مدير المال. ايش فيك؟ لا لازم تكون بروحك عشان اخذ راحتي بالحكي. صمت شو السالفه ترى خرعتيني. عبد الله تخيل سمعت امك ونوره قاعد يسولفون بصوت واطي، عاد انا شكيت ان عندهم بلا. زين بعدين؟ رحت وقفت قريب يمهم عشان اسمعهم بس هم ما شافوني. تخيل سمعتهم قاعد يخططون عليك. صمود انت صاحيه؟ اي انا هذا اللي سمعته. ايش فيك؟ لحظه شوي ممكن تخليني بروح شوي؟ تحت امر حضرتك. صمود اكيد انت فهمت الامور غلط. حبيبي صدقني مو فاهمه الامور غلط. أنا سمعت أمك بالحرف الواحد تقول إنها بترجع تدير الشركة وتسيطر عليها وإنك أنت مو قد المسؤولية. أمك صدق كانت تتدخل بالشغل بس ما توصل لدرجة إنها تبي تسيطر على الشركة. بعد أنا عمري ما حسيت إن هي متضايقة من إدارة الشركة. ما أدري والله هذا اللي سمعته. المشكلة الكبيرة إن أمك رايحة تقابل أبو ريم عشان يوقف معاها ضدك وتقدر تسيطر على الشركة. تخيل. صمود الحكي اللي قاعد تقولي له ما يدش العقل. شلون أمي تروح حق أبو ريم اللي كان بيذبحني علشان يساعدها عشان تسيطر على الشركة؟ حبيبي عبد الله ترى انا بعد مثلك مصدومه بس هذا اللي صار وهذا اللي سمعته. الظاهر انهم يخططون من زمان مع بعض. صمود حبيبتي اكيد انت مو بعيد. انزين واذا انا قلت لك ان امك ونوره رايحين الحين بالطريق عشان يقابلون ابو ريم؟ ولا وين بيقابلونه؟ ببيت ابو نوره. تصدقني ولا لا؟ صمود حبيبتي انا واثق مليون بالمئه اللي فهمتيه غلط. صدق ان امي كانت تتدخل بالشركه واخواني ما كانوا يخطون خطوه الا بشارع. حتى امي مستحيل تحاربني. مش حق تحاربني. والله عبد الله حبيبي انا بعد فكرت بهالموضوع بس ما لقيت غير سبب واحد. وشنو السبب؟ يمكن امك شافتك سجلت البيت باسمي ونسبه من الاسهم باسمي، خافت ان انا اكون مأثره عليك وخافت بعدين اخليك تسجل كل شيء باسمي، هذا هو السبب. امي مستحيل تفكر كذي. اوكي خلاص، اذا انت تبي تتاكد من كلامي روح بنفسك بيت بنوره وشوف. وايد تأخرت. لا تأخرت ولا شيء، للحين الساعة ما صارت 2. صدقني يا أبو نورة إذا بنتك فكرت إنها تبلغ عني صدقني بتدفعون ثمن وأولهم أنت. ما لا داعي للتهديد. طول بالك يا أبو ريم، الحين نورة تجي. زين دق عليها، دق عليها شوف وين وصلت. حاضر. ما انا وايد خايفه. تدرين اذا عبد الله دار اني انا تشذبت عليه ما راح يسامحني. انت وبعدين معاك؟ يعني لازم تعصبيني؟ سمعي اقول لك ابيك تسوي كل شيء اللي اتفقنا عليه
ومن غير لف ولا دوران. انت وبعدين معاك؟ من شنو خايفه؟ لا لا تخافين، دام انا معاك لا تخافين، قوي قلبك. ايه بس هذه امه، تدرين عبد الله ايش كثر يحب امه ويقدرها. صمود انت وبعدين معاك؟ ليش تبين تعصبين وخلاص؟ سمعي، هذا احنا دشينا اللعبه، تبين تراجعين ما عاد ينفع. وندرت ام راشد ان انا وانتي قاعد نخطط من وراها، والله بتلعن بخيرك الا تحلفك في الشارع. لا هذا اذا بعد عبد الله ما طلقك او لعن بخيرك. اي والله يما معاك حق. يلا يما الله حافظك، خلي بالك على روحك او مثل ما قلت لك. يلا بالسلام. ها ايش فيها صمود؟ ما أدري شو أقول لك يا صالح، وعلى قلب إن شاء الله. الصمود سمعت مراشد هي ونورة يتآمرون على عبد الله وعليا، وراحت قالت حق عبد الله، وهي الحين خايفة من ردة فعله. ما أدري شو تسوي هالبنت بعمرها. شلحج أكو أم تتآمر على ولدها؟ صدق ما عندك سالفة يا صالح. الظاهر ما أنت عارف مراشد. طبعا ما انت عارفها مراشد، ما حد عارفها كثري. انا انسانه غوله وحقوده وما تحب الخير حق احد، تبي كل شيء تحت دينها. تلاقيها مقهوره الحين ليش ان عبد الله صار الكل في الكل. طبعا هالشيء ما يعجبها ولا يناسبها، واللي زاد الطين بله وموتها قهر ان عبد الله حط البله باسم صمود وعطاها أسهم. أكيد هالشي مو على هواها، فهمت الحين؟ حياك ام راشد، حياك بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو هذا يا ابو نوره؟ هذا ما كان اتفاقنا. انا ايش دراني؟ ما ادري ان ام راشد بتجي مع نوره. لا تخاف، لو ببلغ الشرطه كان بلغتهم من زمان. لانك مو متاكده اني انا قاعده هنا انطركم، لو متاكده كان سويتيها. اترك عنك الحكي الفاضي هذا، وقعد خلينا نتفاهم. انا تفاهمت مع نوره على كل شيء، والمفروض انها جايه ويايبه معاها الفلوس، بس اشوفها جايه وايدها فاضيه. شو السالفه يا ابو نوره؟ انت ما فهمت بنتك؟ ما علي يا ابو ريم، خلينا نقعد نتفاهم ونشوف ام راشد ايش عندها، ايش بتقول. ما علي. حياك حياك ام راشد، سريع تفضل. حياك. سريع سريع. قولي يا ام راشد، ويا ريت باختصار، لان انا بصراحه ما اثق باي واحد فيكم. المفترض احنا اهل يا بوريم، والشغلات هذه ما تصير بيننا. اي اهل واللي يرحم والديك. شوفي حالتي شنو صاير فيها. انا وين وصلت؟ والسبه ولدك، ولدك عبد الله اللي سواني مجرم، وياي تقولين لي عقب كل هذا احنا اهل؟ اللي بينك وبين عبد الله شغل وفلوس. الامور المثل هذه المفترض تنحل. لكن انت لو ما تهور ذاك اليوم بغيت تذبحه كان لقيته حل. لكن انت الله يهديك. سمعيني علي يا ام راشد، انا مو جاي هني عشان اسمع نصايحك. أنا جاي آخذ جزء من الفلوس اللي لي عندكم، وبيني وبينك أنا ما عندي شيء أخسره. أعطيتوني كان بها، ما أعطيتوني راح أتصرف بمعرفتي. شلون يعني تتصرف؟ شو بتسوي؟ يعني ماني طالع الخسران الوحيد من الموضوع، وإذا تسكرت كل الطرق بوجهي فعلي وعلى أعدائي، وأول واحد بيدفع الثمن ولدك عبد الله. Thank you.
صمود حبيبتي عسى ما شرش فيك. ما فيني شيء. صمود حبيبتي ترى الزعل مو زين علشانك وعشان لبطنك، ديري بالك. وانتي شكو؟ مالك شغل فيني؟ الله يهداك، ليش كذي قاعد تحاكيني؟ انا بشنو ازعجتك؟ ابي اقعد بروحي، مالي خلق اقعد مع احد. يا خلاص ان شاء الله على راحتك، بس هادي ديري بالك لا تعصبين ترى مو زين. سمعيني يا ام راشد، بقولها لك ومن الاخر، اذا تبيني اكف شري عن ولدك لازم تعوضيني عن جزء من الفلوس اللي خسرتها بسبتها. كم تبي يا بوريم؟ 400,000. 400,000؟ بس المبلغ هذا مو متوفر عندي الحين، وايد كبير المبلغ. ايه بس نورا قالت انها تقدر توفر المبلغ. ايه بس هذا في حال اني حولت اسهمي لفلوس، وانا اذا طلبت هالشيء من عبد الله اكيد ما راح يوافق، عشان كذي انا قلت الام راشد عشان تساعدنا. المتوفر حاليا 150,000 دينار، ايش قلت يا بوريم؟ ايه بس انا لي عند ولدك اكثر من 800,000. ولدي مو متعود ياكل حق احد، واذا لك عنده شيء بتاخذه. ام راشد بوريم قصده ان سعر المعدات اللي كانوا في المشروع وطبعا لدفعات في الشركه ما خذاهم مقابل شغله وياهم. اريد اكرر لك يا بوريم، اذا لك شيء عند عبد الله بتاخذه. حيل خلنا نتفق، اخذ ال 150,000 وباقي المبلغ تقولين حق ولدك عبد الله يحوله بحساب بنوره. لا لا بوريم تكفى، ارحم والديك، شوف لك واحد ثاني حط المبلغ باسمه، اعفيني انا ما اقدر يا اخوي. ها ايش قلت يا ام راشد؟ موافق. اذا راح نعتبر ال 150,000 جزء من الفلوس اللي عند عبد الله. ايش يضمن لي يا بوريم انك عقب ما تاخذ الفلوس ما تتعرض لعبد الله؟ بالفلوس هذه انا برتب امور سفرتي برا الكويت، وانا ماني مسافر لما اخذ باقي فلوسي، وهالشيء هذا بيدك انتي، بيدك انتي انك تقنعينه انه يعطيني حقي، وهذيك الساعه راح اكف شري عنه، وذيك الساعه انتوا بحالكم وانا بحالي. ايش قلتي؟ تم. ها حبيبي وينك الحين؟ نفس ما قلتي، أمي راحت حق أبو ريم بيت أبو نورة، والحين طلعوا من البيت وأنا لاحقهم. شنو أنت ما راح تبلغ عن أبو ريم؟ ما راح أبلغ عليه الحين لما أعرفهم إيش بتسوي معه. عبد الله أنا قلت لك خالتي مراشد قاعد تخطط بشنو، بس أتمنى إن كلامي يطلع غلط. صمود خلاص بعدين أكلمك، أخاف أضيعهم. يلا أوكي حبيبي دير بالك. معقولة يما تبتسحبي الفلوس؟
يما ليش تسوين كذي؟ مو هذا ابو ريم اللي حاول يذبحني؟ معقوله تتامرين معاه بنتي؟ صدقك صدق ما عندك سالفه. خليه يشوفهم بعينه عشان يتاكد ويعرف هم شنو من الناس. لا تقولي لي يبلغ الشرطه ولا شيء. اصلا وجود بريم برا السجن يصب في مصلحتنا. خليه يشوف في عينه ويتاكد ان كلامنا صحيح. يلا يما، اي شيء جديد يصير معك دقي له على طول. تليفون يمي. عافية الشاطرة. مع السلامة. أشوفك فاتحة خط مع بنتك اليوم، شو السالفة؟ قلت لك يا صالح، ما رضيت تصدقني. عبد الله رايح بيت بنورة ولاقم راشد قاعدة مع بريم. تقول للحين عبد الله يبي ينفجر، مو مصدق اللي صار. طبعاً ما صدق، حتى أنا ما راح أصدق. أكو أم تتآمر على ولدها. بعدين لا تنسين يا فاطمة إن هذا ولدها الوحيد عقب وفاة إخوانه. مو كيفك ما تصدق. ونظرتك هذه لمراشد لازم تتغير. سمعت؟ لازم تتغير. شلون أغيرها يا فاطمة؟ المرأة أنا أعرفها أكثر من 25 سنة. صدق كانت تدخل بشؤون ريالها وعيالها، بس ما كانت تحكم فيهم. بعدين تعالي خليني أقول لك شيء واحد. أم راشد هذه أنقذت الشركة ووقفتها على ريولها. وتمت واقفة مع زوجها وعيالها حتى يوم توفى الريال، وقفت مع عيالها ليه ما تطمنت عليهم. خلصت؟ الديباجة هذه مالتك كلها ما تهمني. حبيبي أم راشد وولدها ما يفكرون إلا بنفسهم ومصلحتهم، ما يفكرون بشيء ثاني. وهذه هي يوم عرفوا السالفة قطوك برا الشركة وما فكروا فيك ولا بخدمتك الطويلة حقهم. اسمع صالح، أنا أبيك أتفكر بمصلحتك، مو عيب ولا حرام، يعني فكر بمصلحتنا. أنا من قعدت عندك قاعد أقول هذه براسها شيء، أقول أعطيني النهاية، أعطيني الزبدة، إيش تبين؟ مو الحين أقول لك يا صالح، مو الحين. خلني بالأول أعرف اللي بيصير مع أم راشد وولدها، وعقب أقول لك. يبا لا عقبها ولا بعدها. شيليني من تفكيرك، من المخططات اللي ببالك هذه شيليني منها، فهمتي؟ مو كيفك. شلون مو كيفي؟ بفهم. اسمع يا صالح، أنا بقول لك شيء ومن الآخر. ريال اللي ما يروح ينتقم حق كرامته أو كرامة مرته اللي تبعثرت ما يصلح يكون لريال. سمعت؟ ما يصلح يكون لريال. تعتقدين ان بوريم بيوفي بوعده وما يتعرض لعبد الله؟ بوريم كل همه فلوسه. دام انه عارف انه بياخذ فلوسه كلهم مستحيل يتعرض لعبد الله. الله يسمع منك، لان بوريم هذا صاير مثل الكابوس. الله يكفينا شره. اللهم امين. بعد الله سبحانه وتعالى ما عندي غير ولدي هذا. مستعده اسوي اي شيء علشان احميه. بس ما تعتقدين كان مفروض نبلغ الشرطة؟ أنا فكرت بهالشيء، بعدين قلت لا. وريم هذا غدار وما له أمان. لو بلغت عنه ممكن يدز أي أحد من ربعه عشان يأذيني. يا نورة أنا فقدت ثلاثة بوقت واحد. ما أبي أفقد الرابع. وريم لو طلب حياتي بتنازل عنه.
علشان احمي ولدي هالدرب. سبحان الله، شوف الطمع ايش سوى فيك. ما حد طماع كثرك في هالدنيا. يكون في علمك عمري ما راح اسامحك، راح يجيك يوم راح تعيش الذل والمهانه اللي عشتها انا. والله شنو خطتك الجديده؟ كل شيء بوقته حلو، لا تستحي. انا انصحك نصيحه واحده بس، انك تسلم نفسك للشرطه بدل لا تضيع عمرك وانت منحاش ومنخش. على الاقل تتسجن كم سنه وتطلع وتعيش حياتك، وانا اوعدك اني راح اوقف معاك واساعدك. انا ماني محتاج منك لا مساعده ولا شيء، وانا راح اوريك والايام بيننا. لا انت ولا عشره من اشكالك يخافونك، وراح تشوف. هيا الايام بيننا وبتشوف. نصحك نصيحه، لا تحاول تلحقني، ترى تندم. هم ونزاح. ها بشرى ايش صار؟ الحمد لله خالتي حلت المشكله وعطت ابوك 150,000. ابوي يرضى بهالمبلغ؟ ابوك يقول انه لا مبلغ عند عبد الله. عاد خالتي بتحاول تقنع عبد الله انه يعطيه المبلغ، وان شاء الله عاد تقدر تقنعه. المهم في هالسالفه هذه كلها انا ارتحت والحمد لله، وتخلصت من هالمشاكل هذه كلها، وبنفس الوقت نضمن ان ابوك ما يتعرض لعبد الله لين تصرف خالتي. الله يسامحك يا يبا، ما ادري شو وصلها لهالمرحله. ذل نفسه وذلني معه. وتش علاقتك؟ انت حسبالك ان عبد الله نسى ان انا بنت الريال اللي بغى يذبحها بيوم من الايام. اذا عبد الله قاعد يعاملني عدل مو معناته انه هو ناسي. غريبه ان عبد الله صار يهمك. انت مو كنتي تبين تطلقين منه؟ انت حتى ما دافعتي عن نفسك قدامه يوم واجهتك بموضوع جاسم. موضوع ابوي شيء، موضوع جاسم شيء ثاني. عفوا بك شيء؟ لا هي مشكلة بسيطة، لا تحاتي، لا تشغلين بالك. ان شاء الله ما تعطي الهم، ان شاء الله كل شيء بيتحل. ان شاء الله. ايش فيك؟ في شيء بدك تقولي؟ لا لا ما في شيء. يا سعد وليش ما عم ترد علي لهلا؟ وينك؟ وينك؟ وبعدين؟ وبعدين يعني؟ كل شوي مشكلة مشكلة؟ هذه مو حالة، يا بيتكم أنا التهاوشون ولا تشتغلون؟ أقول سمعي، اخذر فيش تروح ذبحيها برا الصالون، مو شغلي انا. الزم ما علي شغل الصالون. اسمعي، لا تحدين افصلكم انت والثنتين، فهمتي؟ ذلفي، ايان وياك تدقين على البيت، زين؟ يلا ذلفي. قطيعه. اوف. ايش فيك ايش فيك؟ هدي هدي. مو كذي اعصابك. يبا هذول موظفات شلون عندك؟ انت محتاجه لهم ومصلحتك عندهم، باكر هدوك وطلعوا شو تسوين؟ لا حبيبي.
ما علي شيء مصلحتي. انا الزم ما علي شغلي. مشى شغلي مشى، ما مشى بمشيهم بفلوسي او بجيب غيرهم. الله ما بكثر غير البنات في الديره. كيفك براحتك. يلا قوم. قوم البس ثيابك وروح حق مراشد. وش حق اروح حق مراشد بعد؟ ابيك تقابل مراشد عشان تقول لها على المشكله اللي صارت بينك وبين عبد الله بخصوص المناقصه. وانت ايش مستفيده من الموضوع هذا؟ ابيك تسوي اللي اقول لك عليه وبس، لا زياده ولا نقصان. ودي اعرف ايش اللي يدور براسك. بس انت ما تبي ترد الشركه وبكرامتك او تطلع لي كفسين ثلاث عشان بنتك المسكينه اللي ما لها احد غيرك في الدنيا؟ بلا، بس شلون؟ ابي افهم. صالح، ما ابيك تفهم، ابيك تنفذ اللي اقول لك عليه، لا زياده ولا نقصان. سمعت؟ يلا قوم، قوم غير ثيابك واطلع. الو، هلا يمه. ها بشري، يما انا كلمت عبد الله من شوي، هو الحين مقتنع ان امه قاعد تخطط مع ابو ريم، بس شنو الموضوع وشنو هدفها ومو مستوعب للحين. اي عشان شي انا طرشت صالح يقابل ام راشد، وعقب ما يخلص مع ام راشد بيروح حق عبد الله ويقول له ان امه اطلبت منه يدير الشركه وانه هو شخص غير مرغوب فيه، عشان يعرف ان امه قاعده تحرض الكل ضده. ما ادري، ما احس ان احنا قاعد نلعب بالنار. بنفس الوقت انا متضايقه عشان عبد الله، يعني احس انه هو الحين بوضع الصراحه ما ينحسد عليه كلش. ما عبد الله وايد يحب امه، اذا فقد ثقتها فيها راح يفقد ثقتها بالناس كلها. صدق غبيه. انا ليه متبعلم فيك؟ شنو يحب امه؟ حبيبتي انا اللي قاعد اخطط له واسويه واشتغل عليه أنه يفقد الثقة في أمه. أصلاً أنا ما أبي يثق فيها، فهمتي؟ أنا أبي الإنسان الوحيد اللي يثق فيها هو أنتي. أنتي وبس. لازم يعرف أن الكل يتآمر عليه ويخطط ضده، وأنك أنتي الوحيدة اللي واقفة معاه ومساندته. فهمتي يا نظر عيني؟ إي ما فهمت. سمعي، أبيك إذا يا صالح وقعد مع أم راشد أبيك تجابلينه. أنا بصراحة للحين مو واثقة فيه ومو عارفة شو يدور في راسه. أبيك تسمعين كل كلمة يقولها، فهمتي؟ هي ما فهمت. عافية بنت الشاطرة. الو حبيبي، وينك اليوم؟ توقعتك تكلمني. ما علي، اليوم ما قدرت، مشغول شوي. ما علي حبيبي، هالمره انا مسامحتك. عبد الله الظاهر بعدك مشغول. اي والله مشغول وايد. خلاص حبيبي، انا ما راح اعطلك عن شغلك اكثر من كذي. انا حبيت ادق عليك، انا مشتاقه لك، مشتاقه اسمع صوتك، وحبيت أطمنك إن بخصوص صمود. لا تحاتي، ترى هي ما حست بشيء، ومثل ما وعدتك ما راح أخليها تحس بشيء، فتطمن من هالناحية. أنا من صوبك وايد مطمن. مها، ما أبي صمود تعرف اللي بيني وبينك، ما أبي المشاكل تزيد. إن شاء الله حبيبي، لا تحاتي. صدقني عبد الله، إذا حسيت إن وجودي بحياتك بسبب لك مشاكل ما راح أتردد ولا لحظة إني أنسحب. أنت ما تعرف أنا إيش كثر أحبك، كل اللي يهمني رضاك، ما أحب تزعل علي أو تضايق. خلاص حبيبي، الحين لازم أخليك، ما أبي أعطلك. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. هلا يما، ابو شهد وصل. خليك قريبه
أبيش تسمعين كل كلمة يقولها. أنا هذا صالح مو مطمنة. يا خوفي يكشفنا قدام راشد. ماني عارفة شو اللي يدور في راسه. وأنت يعرف أم راشد مو سهلة. وما تطوف عليها السوالف. يلا خلي بالك على روحك وركزي. مع السلامة. هلا ومرحبا بصالح، حياك الله. هلا اختي ام راشد. قهوتك. ان شاء الله اشربها. خير عسى ما شر. شكلك عندك حكي وايد تبي تقوله. والله ما ادري ايش اقول لك يا ام راشد. انت تعرفيني عدل. اللي بيني وبينكم عمر. خلال فترة شغلي بالشركة خدمتكم كل اخلاص وامانة. شيء اكيد. ولو لفينا الدنيا كلها ما نلقى بامانتك واخلاصك. مشكورة. مشكورة على الثقة أم راشد. يا ساتر قول إيش عندك أسمعك. يا أم راشد أنا لا يمكن أسمح حق أي إنسان أشوفه قاعد يسبب لكم مشاكل وأذى إني أسكت له ومهما كان الشخص هذا. إيش صاير ومن تقصد؟ أم راشد أنا يتقابلك اليوم بناء على طلب زوجتي فاطمة. فاطمة وليش طلبت منك تقابلني؟ فاطمة طلبت مني أقابلك عشان أقولك على المشكلة اللي صارت بيني وبين عبد الله. مع أني أنا عارف أن هدفها شيء ثاني. وأنا كنت أتمنى أسمع رأيك بالمشكلة اللي صارت. مع أن في مشكلة أكبر وأخطر من مشكلتي أنا عبد الله. تكلم يا أبو شهد. قول اللي عندك. من الآخر يا أم راشد. فاطمة تبي تفرق بينك وبين ولدك عبد الله. وتبيني أوقف صفها عشان نقنع عبد الله. أنك أنت قاعدة تأمرين عليه. تبي تسيطرين على الشركة. أنا أدري ليش أنت قاعد تتهم أمي الاتهامات الباطلة هذه، عشان تأثر على خالتي تضغط على عبد الله يرجعك الشركة. خالتي هذا واحد ناكر المعروف وغدر فيكم. الأخ أبو شهد سرب معلومات مهمة حق شركة منافسة وخلى عبد الله يخسر مناقصة كبيرة، عشان كذي عبد الله طردك من الشركة، والحين جاي تسوي نفسك أنا الطيب المسكين عشان خالتي تساعدك وترجعك حق شغلك. صمود أنت تدرين هذا الكلام مو صحيح. لا صحيح. وانت مثل ما قدرت بعبد الله امي خافت تقدر فيها، عشان كذي قالت لي روحي سمعي ايش يقول حق خالتك ام راشد. يا ناكر المعروف، قدرت بعبد الله وبامي اللي غلطت حياتها اصلا وفكرت تتزوج واحد مثلك. بس يا صمود. لا مو بس، عقب الكلام اللي انا سمعته مو بس. ابو شهد عارفه من 25 سنه واثق فيه وبكل كلمه قالها. لا والله، يعني انت قاعد تقولين ان امي انا كذابه؟ اي والله، امك كذابه. أنا كنت خايفة من هاللحظة، خايفة من اللحظة اللي أمك تتدخل فيها بحياتنا عقب ما تزوجين عبد الله. على هالأساس أنا كنت رافضة، ويا ليتني تميت مصممة على رفضي من زواجكم. أنت على باك أنا صدقت الكلام اللي أنت قلتيه؟ أنا ما صدقت منه ولا كلمة. خالتي أنا ما أسمح لك ولا أسمح حق أي مخلوق يطاري أمي بكلمة واحدة. حبيبتي تعالي على نفسك شوية وسمحي لي وسمعيني إيش بقول. الريال هذا اللي واقف قدامك إيش كثر أنا نصحته يوخر عن أمك، لكن الحب عمي تورط معاها. أمك على بالها أن الرجل هذا الصادق الأمين ممكن نتأثر عليه علشان يغدر فيني، لكن لا أمك ولا عشرة من أمثالها تقدر تأثر عليه. وعلى بالها أنه بيسوي اللي هي تبيه. لا حبيبتي، يا قال على المخططات اللي أمك قاعدة تسويها، على بالها بتأثر على أخلاقه وأمانته. قلها مع السلامة. الحمد لله أن أنت مو صاحبة الكلمة في الشركة، ولا كان رجعتي حق شغلة وتسببتي بخرابها. يكون بعلمك يا صمود أن عبد الله بالشركة مدير بالاسم فقط لا غير، ولولا وجود ابو شهد في الشركه كان ما عرف يديرها ولا كان هو خربها، لان اساسا هو عمره ما دش الشركه وشافها. صدقين خالتي انا وايد مصدومه. انت قاعد تتكلمين عن ولدك وكنا عدوك مو ولدك، والمصيبه الكبرى انك قاعد توقفين مع واحد ضد ولدك وهو اللي غدر فيكم. ما في داعي تقولين هالكلام، لان ابو شهد برد الشركه غصب عليك وعلى امك فاطمه وعن عبد الله ولدك. لأن وجود أبو شهد عندي في الشركة أهم من وجود عبد الله، لأن لو تركته بروحه بالشركة ما أقدر أمني عليها. واللي يقولك إن صالح ما راح يرد الشركة. أنا أقول لك إنك غلطان. موضوع أبو شهد يا عبد الله مو أنت اللي تاخذ فيه القرار بروحك. ولو أدري إنك أنت طرده من الشركة كان ما سكت.
بس أحب أذكرك، أنا وريم ونورة وعيالهم لنا حصة بالشركة، ولو فكرت إنك تغلط لا تعتقد إن أنا بوقف ولا بسكت لك. مثل ما أنا أدرت الشركة بعد وفاة أبوك، أقدر أدير الشركة عقب وفاة إخواني. ولا تنسى إنها أمانة برقبتي. كبر عقلك ولا تمشي ورا صمود وأمها فطوم.